الحاجات الجميلة طبعا انك بتشوفها في اليابان النظافة. النظافة ده العادي بتاعهم، واي حاجة اقل من كده ب1% هي بالنسبة لهم كارثة. مفيش حاجة اسمها وساخة على الارض. وبالمناسبة هي مش مسألة دولة وامكانيات والكلام ده، بس عشان ما نقعدش نقعد نقول كلام ملوش لازمة، دي اخلاق، دي اخلاق هو بطبعه. وبالمناسبة مش طول ما انت ماشي تلاقي باسكت ترمي فيه حاجة، عشان بس نبقى واضحين، عشان يجي يقولك ما احنا عندنا ما فيش الباسكت ترمي فيه وبتاع. خالص الموضوع اخلاق يا جماعة، الموضوع ان الواحد من دول بيجي خد حاجة بتاع مش عارف ايه بيحطها في كيسه وياخدها معاه عشان يرميها. انا ماشي في الشارع مش شايف باسكت في كل حتة، هتلاقي باسكت جنب المكان اللي بيبيع مثلا كانز او بتاع بحيث الناس تشرب او بتاع وترمي في باسكت كده، هو على مقاس الكان. انما مفيش صناديق قمامه في كل حته، يعني عشان ما نقولش ان اصل عندنا في الوطن العربي او في مصر تحديدا في تقصير ولا بتاع. يا جماعه الموضوع مساله اخلاق، اخلاق وبيعمل مجهود. يعني حتى لما تبص تلاقي الباسكتس اللي موجودة وهي مش كتيرة، لما تلاقيها تبص هتلاقي كل ما هو العلامات بتاعة الريسايكلينج، الورق ترميه هنا، البلاستيك ترميه هنا، المعرفش ايه، الحديد ترميه هنا، محدش بيراقب حد. بس ده شيء شخصي هو لازم يعمله، لو يا اما هيبقى شخص مش محترم في نظر نفسه. فتبص تلاقي واحد منهم جاب ازازة مية بيشرب، فتحها بيشربها خلص، البلاستيك اللي طلعت من عند فتحة الإزازة دي بتترمي في جزء من الباسكت عشان دي بلاستيك والإزازة، أما الورقة بتاعت العلامة التجارية دي بتترمي في حتة تانية عشان هنا ورق وهنا إزاز وهنا مش عارف مواد عضوية، وهنا هو بيساعد البلد على إنها تبقى نظيفة وعلى الريسايكلينج عشان إعادة التدوير، من غير ما حد ما يشوفه، من غير ما حد ما يعاقبه، ومن غير ما حد ما يراقبه. التزام شخصي. وده معناه ان الموضوع مش مسألة امكانيات، هي مسألة اخلاق، مسألة تربية، مسألة تعود. الناس عندها نظافة، الناس عندها نظافة شخصية بالمناسبة، الناس بتلمع. انا بقولش ان احنا ما عندناش كده، بس عندنا ناس كده وعندنا ناس مش كده، مش مهتمين قوي بالقصة دي. الناس بتلمع زي ما قلت قبل كده. انا جاي دلوقتي في الصيف في شهر 8، درجة الحرارة عالية، تلاتينات بتلمس في الاربعينات، رطوبة عالية جدا. انا شخصيا تعبان من كتر الرطوبة، احنا مش واخدين على كده. الناس لابسة قمصان بيضاء، معظم الموظفين بيلمع، مفيش حتى عرق، مفيش ريحة، مفيش بتاع. الناس يعني الناس واخدة بالها من نفسها من ناحية عشان نفسه، والأهم أو مش الأهم من الحاجات الجميلة إن هو بياخد باله من نفسه عشان الغير، عشان ما يضايقش الناس اللي حواليه. مش أنا ومن ورايا الطوفان ومن بعد الطوفان والحاجات اللي موجودة دي.